علي خالي من العيب ياكن الأهل تعبوني عالحلو عايشين ياكن في المرة تعبوني في الوش حلوين ياكن في جفاي تعبوني اهو جيل الزمن ده ما يمرش يومين على طول كداب يلي تقول اكل عسل على طول يلي اكلت الحلاوة تعال جرب المر يا ما نفس في صديق زين يعيش معايا يومين ويمر عملت ظهري جنطرة استحمل لدوس الكل قعدت انصح الكل لقيت الكل تعبوني انا بوحد اللي خلق الناس خلق مسلمين ونصارى وناس نامت على فرش وكناس ناس عالمعايش خيارة اصلي واسلم على النبي الزين مدحت النبي العظم بطل صلايا قال النبي يا بلال يا زين يا ابو بكر جيم الصلايا فرط رجل عيمة جانيش ريح وعودت عالبر ناوي ويا منا زينا مجاريح لكن صبرا عالبلاوي دنيا علينا تربت وانظر بعينك راعيها شوف العز لما تربى ما نطحت الا راعيها قول الجنين عبتان معايا جرح من مدة وسنين من لوم العزل عبتان في سقف جسمي شغلني وفي زي ما انت طالب وناس تبكي وناس تغني مغلوب يضحك لغالب ما حد اتغلب كيف غلبك وقلبك في جوفي هراني ما جابوا المحاور صلبي تقدم خصيمي وكواني جاني طبيبي مع العصر وفي ايده ماسك عصايا اصل طبيبي جالي العصر من خصمي جبل الوصايا داريها الدراهم بتنفع يجيب باللي ويا غنيمة والصاحب اللي ما ينفع البعد عنه غنيمة سكت الهوى والناموس طار والسبع طاقة بعينه خليها ده النوم أصدار لما الهلف ياخد يومينه خشب المراكب من الصمت في البحر ياخد مهاج واجب على الحر يتبع الصمت لما الندل ياخد مهاجه زمانك زمان الكلوب
الصفيح بطلوها شوف الفروخ اللي بلا باب اليوم بتحلف بابوها زمانك زمان القلوب باق والقطر على السكة ماشي انا اليوم شفت ولاد العزبات في الضلة فرد الشماشي اوعى تقول للندل يا عم ولو كان على السرج راكب ولا حد خالي من الهم حتى جلوع المراكب فاوعى تقول للندل يا عم ولو كان على السرج راكب ولا حد خالي من الهم حتى بلوع المراكب يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني حتى بلوع المراكب برحب بحضراتكم مرة تانية وزي ما عودناكم امبارح واول امبارح البداية موسيقية غنائية ابداعية من فرقة حبايبنا الموسيقية اللي بتشاركنا لليوم الثالث على التوالي هذه الاجواء الرمضانية الاجواء اللي احنا بنعيشها جميعا بيعيشها جميع المصريين مسلمين ومسيحيين هنتكلم في هذه الفقرة عن ذكرياتنا في رمضان في الماضي ورمضان دلوقتي ايه الاختلافات وايه هي الروابط وازاي اختلفت طبيعة احتفالات المصريين بالشهر الكريم وايه اللي بيمثله شهر رمضان لاخواتنا المسيحيين خاصة اذا عرفنا ان فيه على مدى السنوات الكتيرة الماضية في موائد الرحمن اللي بيعملها مسيحيين مصريين لمشاركة إخوانهم المسلمين هنتكلم عن ده كله وعن حاجات أخرى في ما يتعلق بالعلاقة بين المسيحيين والمسلمين في شهر رمضان مع ضيفين كريمين الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي والإعلامية طبعا أستاذة فريدة مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيبة أنت طيب وكل المشاهدين طيبين دكتور القس إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بيك أهلا وطبعا حبايبنا الفرقة اللي بتمتعنا لليوم الثالث على التوالي أمير عزة باسم وديع صليب فوزي فاطمة عادل محمد سليمان ماجد سليمان محمد إسماعيل ماجد سليمان كل يوم أغلط في اسمك أمير منورنا وأهلا بكم طيب نبتدي مع الأستاذة فريدة هل اختلف رمضان في أيامنا الحالية في أيامنا الصعبة عن زمان؟ هو انت تقدر تقول اختلفت مصر فلما تختلف مصر يختلف بقى رمضان والعيد والمناسبات وكل حاجه اختلفت ازاي مصر اختلفت لانه بقى فيها ثقافه وافده يعني كل هدفها كان انها تزرع بذره الانقسام المصري او الفرز المصري يعني شوف انا من الناس اللي بقول انا ما بحبش قوي اقول المسيحيين والمسلمين أنا بقول المصريين وبقول كده وبستشهد بحاجة أساسية يعني إسرائيل لما بتيجي تضربنا على الجبهة بتقول المسلم يقف هنا والمسيحي يقف هنا؟ لا طبعا لا إحنا مصريين وأي عدو مش بس إسرائيل أي أنا بقول إسرائيل اللي هي يعني العدو الأساسي يعني بس ما حدش أبدا يعني إذا كان اللي بره ما بيفرقش بينا يعني الأولى بقى إن إحنا ما نفرقش بينا وبين بعض يعني أنا في طفولتي طبعا طفولتي من زمان قوي ما تبصليش بخبص كده انا في طفولتي والله كنا بنعيد في كل الاعياد الاعياد ما عرفتش بعدين ان في الا بعدين لما كبرت ان في حاجه اسمها اعياد مسيحيه لانه عشان كان المناسبات والمدرسه وكده كنا بنعيد في كل الاعياد يعني اهلي كانوا بيشتروا لنا ملابس جديدة في عيد الأضحى وفي عيد الفطر وفي الميلاد الميلاد المسيح وكده وعيد القيامة وكل ده وكنا أيضا يعني هقول لك على حاجة غريبة جدا كنا بناكل يعني كلنا تقريبا كل الشارع بتاعنا كان بياكل في وقت المدفع فإذا كان في تضامن
يعني وان شاء الله التضامن ده موجود. خد بالك ان انا من دراويش 30 يونيو، لان 30 يونيو كبير الدراويش 30 يونيو بالظبط كده. يعني ليه بقى؟ لان هو ده رهاني على الشعب المصري، هو ده رهاني علينا احنا على الجوهر. انا بقول ان في حاجات طفت على السطح مش حلوه وكلنا بنزعل منها، يعني طريقه الشتايم، طريقه التعليقات البذيئه احيانا، طريقه ده مش السلوك المصري يعني. انما السلوك المصري هو اللي طلع في 30 يونيو وقال لكل اعداء مصر اقفوا، ما انتوش مش هتمروا، مش بس يعني مش هتمروا وهيرجع الوطن العربي تاني بقياده مصر باذن الله. يعني دكتور اكرام، الاستاذه فريده الشباشي بتقول انه اللي اختلف اختلفت مصر، ما عادتش زي زمان. طب يعني شهاده الاستاذه فريده سمعناها، نسمع شهاده حضرتك. يعني طبعا هي اختلفت، بس ما نقولش مصر كلها اختلفت، لانه ما زال في اماكن معينه في الصعيد وفي الريف ما زالوا في ناس بيحتفلوا مع بعض في الاعياد المسيحيه والاعياد الاسلاميه. يعني انا مولود في مدينه ملاوي، ووالدي كان عنده دكان، وكان دايما في واحد اسمه الحاج رضوان كان ساكن قدام الدكان، فكان دايما يجيب الكرسي ويقعد قدام الدكان ويجتمعوا مع بعض مع الدكان الخواجة عزيز وعم مش عارف مين ومين ومين ندوة والحاج ندوة. وكان قدامهم على قدامنا على طول في زي اللي بيسموه سوبر ماركت زمان كنا بنقول عليهم بقالين، وكان بيجي في رمضان يروح عامل بتاعت الكنافة، فرن الكنافة هو نفسه يعني. فهم بيجوا كان عادة معظم أيام رمضان كان الحاج رضوان يفطرهم كلهم، يعني كلهم في الشارع يقعدوا في الشارع ويفطروا مع بعض، وبعدين يجيبوا كنافة من عند مصطفى، ده كان اسمه مصطفى أبو غزالة، ويجيب منه الكنافة. وإحنا كأولاد صغيرين كنا ساعتها كانوا بيجيبوا لنا الفوانيس، وكان والدي يجيب فوانيس للولاد المسلمين، وكان الحاج رضوان يجيب للمسيحيين، يعني كان في جو مختلف تماما. ده يعني احيانا يعني كان دايما مثلا الزينه بتاعت رمضان بتتعلق على الكنائس، والكنائس جنب البيوت، بيوت المسلمين ومع بيوت المسيحيين مع الكنائس مع الجوامع كلها زينه واحده بتبقى في الشارع كله. ده كان في ملاوي. طبعا انا دلوقتي بسمع ان الجو اتغير في ملاوي، بس مش كله اتغير يعني، برضو ما زال في علاقات اصيله خصوصا في بعض القرى الريفيه رغم كل الحوادث اللي بتحصل يعني. ورغم نعم؟ رغم كل الحوادث اللي بتحصل لكن يعني معدن الشعب المصري يعني. حضرتك لو ركبت مع سواق تاكسي مثلا وابتديت تتكلم معاه هتلاقي في ناس معدنهم مازال موجود بيتكلم بشكل ايجابي، وان كان في ناس طبعا غيره سواء واثنين وثلاثه مربي دقنه شكله مختلف او متغير زي ما قالت الاستاذه فريده. يعني هو حصل تغيير من غير شك، لكن في ناس بقى معادنها لا يغيرها زمن زي مدام فريده الاستاذه فريده يعني، ما اتغيرتش اهي ففي في من النوع ده كتير يعني. لا هو ده اللي بان في 30 يونيو زي ما وده اللي بان في 30 يونيو يعني 30 يونيو كان نكون او لا نكون بالظبط كده، صممنا ان احنا نكون. طب خلينا في 4 رمضان يعني 30 يونيو دلوقتي. حضرتك يعني عشتي بره كتير جدا. نعم. وانا عارف شعور اللي عايش بره لان انا كمان عشت بره كتير. ايوه. رمضان بره ورمضان هنا ايه بقى الفرق؟ لا بص، رمضان بره كان يعني قاصر عليك انت بس وعلى بيتك واصحاب او مش صحاب. بس انا كنت عايزه اعلق على حاجه قالها الدكتور لمعي، انه بيقول لك احنا كنا بنقعد كلنا وناكل سوا، بس ما كانش فيها حتة الصدقة، كان فيها مشاركة. المشاركة لا مش صدقة خالص، المشاركة. الوقت الصدقة بقت زي الدقن وزي الزبيبة وزي المش عارف ايه، كله مظهري بالظبط. أيوه كده يعني هو ده صحيح. اللي انا لما غبت 27 سنة ويمكن انت حسيت ده، لما رجعت لقيت حاجات انا فوجئت بيها يعني. نرجع بقى لـ4 رمضان وازاي بره. لا ازاي بره كنا
يعني على نطاق ضيق جدا جدا جدا، لانه احنا بره جاليه يعني، او كنت شويه ناس يعني قليلين يعني. لكن هنا بتلاقي كل المظاهر يعني، بتلاقي انك انت بتفتح التلفزيون تبقى مع رمضان، تبص في الشارع تبقى مع رمضان، تشوف الزينه بتاعت الفوانيس دلوقتي بتاعت رمضان، الجو نفسه بيبقى موجود. وده الجو ده اللي بيجذب يعني عدد كبير جدا من اخواتنا واشقائنا العرب انهم يجوا يقضوا رمضان هنا طبعًا في مصر يعني. طبعا طبعا، لانه احنا بص احنا عندنا حاجه يعني، انا مش عايزه يعني، ما انت عارف ان انا عروبيه جدا وما عنديش اي شوفينيه يعني، لكن احنا بلد، شوف احنا من 5000 سنه كان عندنا ملكه، ملكه ها وملكات يعني بقى وكان واحنا اللي عملنا حاجات في الـ في الـ في الجيومتري يعني الهندسه والحاجات، كل اللي حصل يعني في حاجات المثلثات يعني، وازاي النيل لما بيزيد وازاي يعني كان في حاجات، والهرم انت عارف ان لغايه النهارده، لغايه النهارده بكل النظريات العالميه والتكنولوجيا وجوجل وبوجل وكل اللي انت عايزه، محدش عارف الهرم اتبنى ازاي. وانا شفت يعني فيلم وثائقي في باريس كان عامله ألان دوكو، محدش عارف، وحط كل النظريات، طبعا مش وقت ان انا اقولها لك يعني، بس هي الفكره ان احنا مش يعني مش بنبتدي، احنا ماشيين في طريقنا، وعشان كده المعدن صلب قوي. صلب. طيب. انا عايز اقول بس تعليق بسيط جدا، انه انا سمعت وانا طفل، وكان الحاج رضوان ده بيحكي لوالدي، هو كان كل سنه يروح الحج، فبيقول له عارف يا لمعة انا ايه اللي بيضايقني من الحج لما انزل؟ يقول لي السعوديين، السعوديين دول ناس سيئين جدا وناس متخلفين وناس كذا. شو دلوقتي يعني التأثير السعودي على الناس هنا بقى عكس، واخد بالك يعني؟ يمكن يعني هو الراجل كان بيروح يعني كل سنه بيطيب وحاسس ان هو يعني لا يعني الشعب هو عشان الاختلاف يعني لا حاسس ان هو الشعب السعودي شعب شقيق وشعب طبعا يعني انا بتكلم طبعًا. على وقت هو كان بيحس ان المصريين عندهم حضاره، وان هو يعني ان هو انسان عريق مصري اصيل مصري، وبينظر لكل مش السعوديه بس لكل الشعوب انها اقل من المصريين. غير بقى غير بقى لما حصل ده شوفينية بقى او دي الشوفينية يعني لا طبعا سامعني يا دكتور يعني هو الدكتور اكرام بيحكي قصه يعني على لسان والده، لكن طبعا اكيد الوالد ما كانش الله يرحمه طبعا ما كانش يقصد لا مش والد اللي بيقول كده، هو الحاج رضوان اللي هو صاحبه يعني. ايوه لانه والده ما راحش يحج. ما ايوه بالظبط ده صحيح، الحاج رضوان الله يرحمه. ايوه الله يرحمه طبعا. طيب طيب نخرج شوية إلى الأجواء الغنائية وإلى القوة الناعمة المصرية، بما أنتم دخلتونا في الشوفينية بقى، نسمع إيه يا أستاذ ماجد؟ يعني في العظمة بتاعت المصريين نقول على المصري بقى. تمام. يلا. سيد درويش طبعا. سيد درويش، بيرم التونسي وسيد درويش. في وقت من الأوقات كان محشورة أغانيه، وكان ممنوع إنه يتغنى الحاجات بتاعته. تمام. الحمد لله احنا دلوقتي بنقول كل حاجه. أنا المصري كريم العنصري، بنيت المجد بين الإهرامين، جدودي أنشأوا العلم العجيب، ومجرى النيل في الوادي الخصيب.
كلهم في الدنيا آلاف السنين وفنا الكون وهم ما مصر دايما بتنادي خد بنصري نصر دين واجب عليك قم يا مصري مصر دايما بتنادي خد بنصري نصر دين واجب عليك شوف جدودك في قبورهم للنهار من جمودك كل عظمة بتستدار صن أثارك ياللي دنست الأثار دول فاتولك مجد وانت فت عار قم يا مصري مصر دايما بتنادي خد بنصري نصر دين واجب عليك ليه يا مصري كل أحوالك عذاب تشكي فقرك وانت ماشي فوق دهب مصر جنة كل ما فيها انت ينين عمر ابنك لم يعيش أبدا ذليل يوم مبارك تم لك فيه السعود حب جارك قبل ما تحب الوجود إيه نصارى ومسلمين ألقي ويهود دي العبارة رب واحد في القلوب قم يا مصري مصر دايما بتنادي خد بنصري نصر دين واجب عليك قم يا مصري مصر دايما بتناديك خد بنصري نصر دين واجب عليك محمد اسماعيل يتألق من جديد أيوة. في رائعة بيرم التونسي أيوة. وسيد درويش طبعا أم يا مصري وطيب واحنا بنتكلم عن رمضان وعن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين واحنا بنتكلم بكل شفافية وبكل أريحية لأنها علاقة تاريخية كانت وستبقى وستكون تعالوا نشوف كده احنا عملنا زي استطلاع رأي صغير على قدنا في الشارع نشوف إخواتنا المسيحيين قالوا إيه الأحداث اللي حصلت مش هتغير حاجة مش يعني إن في فكر متطرف إن الدنيا كلها تكره بعضيها هم قصدين إن هم يوقعونا ببعض مش أكتر من كده لا هو في جو عام من الحزن في الشارع حتى يعني في طبيعة كده حزينة سواء هنا أو هنا برغم الظروف اللي بدأت في أول رمضان بالنسبة لنا كمسيحيين بس ده ما يمنعش إني أشارك إحنا عندي آية بتقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين فلازم أعيش بالتعليم اللي أنا بؤمن بيه أنزل مع صحابي بعد الفطار طبعا ننزل انا وهي نروح اي حته نروح الحسين نروح شارع المعز اي حاجه نتفسح انا وهي اوقات بنفطر مع بعض كمان زمان هو دلوقتي بس في حبه اختلافات وهتروح لوحدها الفكره كلها ان العقول اتغيرت بس الثقافه هي والناس هي لا ولحد دلوقتي في ناس كتيره مسيحيين بيعملوا موائد رحمه دي ما لهاش دعوه ان كان مسيحي او مسلم هي اكتر حاجه علاقات ود وتراحم ومحبه بين 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 الناس وبين بعضها ما لهاش دخل بالدين خالص ماما تقعد تحكي لي ما كناش كده زمان كنا كلنا محبه مع بعض وكده بقول لها طب يعني ما بحسش كده دلوقتي ليه احنا كنا زمان كلنا مع بعض ما فيش اي حاجه ولغايه دلوقتي اصحابي يعني يمكن المسلمين اكتر من العباد كنا بنسهر مع بعض وكده ننزل نروح
الفيشاوي والحتت دي الحاجات دي. هنفضل زي ما احنا مش هنتغير، محبتنا لبعضينا زي ما احنا وكل حاجة، بس انا شخصيا انا ما اتصلتش بحد من اصحابي خالص. الحزن اللي جوانا مش سهل والله. العلاقات هي زي ما هي يعني، ما فيش حاجة اتغيرت بغض النظر عن الاحداث اللي بتحصل دي، بس احنا عادي يعني ساكنين مع بعض وفي الشغل مع بعض وفي اي مكان مع بعض، بنقعد مع بعضينا ونسهر مع بعضينا وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كنا زمان بنفرح برمضان اول ما بيجي، فوانيسنا هم فوانيسكم، عيدهم هو عيدنا، بنبقى حاجه واحده. هل هم مش عارفين اصول دينهم ان سيدنا محمد قال اني اوصيكم باقباط مصر خير الناس؟ كل سنه وانت معايا غازي على ايدي. يعني جمل وعبارات صادرة من القلب، من يعني مشاعر صادقة، ما فيهاش مش متزوقة، يعني زي ما صاحبها فكر فيها، زي ما بيتكلم، زي ما بيقول، مش كده؟ طبعا، لانه هي دي، انت عارف انا وانا بسمع الغنوة بحبها قوي، بس مش عارفة ايه كريم العنصرين يقصد ايه بكريم العنصرين. انا مرة رديت على الرئيس مبارك لما قال انا حريصت على عنصري الامة، قلت له لا، احنا عنصر واحد، احنا عنصر واحد، لان عمرو بن العاص لما جه من الجزيره ما جابش معاه شعب، الشعب اللي هنا القبطي المسيحي جزء كبير منه اعتنق الاسلام، يبقى نفس العنصر. هي دي المشكله بتاعت مصر، احنا ما عندناش مثلا زي كتير من الاقطار، في كتير اكتر من قطر عربي عنده اقليات هنا واقليات، احنا ما عندناش ده. انا عايز اقول لك يا عمرو، انت هات اتنين، حد مسيحي وحد مسلم من أي محافظة في مصر، وطلع أكبر عالم أجناس ووراثة في العالم، وقول له مين المسيحي ومين المسلم، مش هيعرف. إحنا نفس السحنة، نفس العنصر. عشان كده بقى بدأوا يستغلوا الحكاية عن طريق الدين، وبدأ يبقى فيه مظهر للدين. الأول كنا لا، كنا عاديين كلنا زي بعض، هاتوا أي صور هتلاقي في الخمسينات والستينات وما أدراك ما الستينات كنا بنلبس زي بعض كلنا. فهم حاولوا يعملوا فرز. في ناس بتقولي مثلا انت لا، انت ازاي، انت متجنية، ازاي تقولي ان في فرض في الحجاب، حرية شخصية. فانا برد بقول لهم طيب اوكي، انا عايز اقتنع يعني، بس الطفلة اللي قد كده اللي في الحضانة اللي محجبينها ورايحة المدرسة وبتقعد من المدرسة بيزرعوا الانفصال. انا عشت في بلد بره، في فرنسا، ممنوع اي مظهر ديني. عشان كده عايزين ناخد بالنا، احنا مش عايزين اي حاجه تفرقنا، ان شاء الله عمر ما في حاجه هتفرقنا، لان زي ما قلت لك في الاول ان العدو ما بيفرقش بينا، واحنا عنصر واحد. هي ثقافه دخيله علينا من السبعينات، وربنا يجازي اللي كانوا السبب فيها كلهم يعني، واحنا عارفينهم، وبتتكشف دلوقتي، بتتكشف. بس الحاجه اللي يعني انا بسطتني، انا اول مره اشوف طبعا اللي هو استطلاع الراي ده دكتور اكرام، انه حتى الجيل الجديد اللي هي الفتيات الجميلات اللي احنا كلمناهم دلوقتي بيتكلموا بلغه فيها تسامح، فيها محبه، فيها مشاعر يعني انسانيه رائعه جدا يعني. طبعا، لانه اساسا زي ما هم قالوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، وان احنا بنحب بعضنا البعض على اساس الكتاب المقدس مثلا بيقول بعض الايات المهمه قوي، مثلا ان كنت اتكلم بألسنه الناس والملائكه وليس لي محبه فقد صرت نحاسا يطن او صمجا يرن. يعني لو انا بقعد اتكلم كلام كبير وكلام كذا لكن ما عنديش محبه حقيقيه ناحيه الناس، فكاني اناء فارغ وبيخبط يعني. فاحنا اساسا لما نيجي نتكلم عن المحبه بنقول المحبه لكل الناس المحاطين بينا، وما فيش فرق. وزي ما قالت الاستاذه فريده، انه على فكره دي تمت حاجه علميه، ان في الجينات المصريه ما لقوش في نوعين من الجينات، هي الجينات واحده في المسلم وفي المسيحي وفي المصري اليهودي اللي كانوا هنا ومشوا يعني. يعني هم دول مصريين، ما زالوا مصريين حتى بعد ما مشوا وتفرقوا في البلاد كلها. ففي جين واحد هو الجين المصري اللي بيجمعنا كلنا مع بعض.
كمان في حاجة تانية اللي هي المناسبات اللي بتحصل في مصر. يعني يمكن أكتر بلد بتخترع مناسبات هم المصريين. يعني مثلا احنا في مولد النبي مثلا بنلاقي الحصان وبنلاقي العروسة، وده طبعا دايما في ناس لما أصلوا الحكاية دي قالك العروسة دي لعذراء مريم لأنها عروسة عذراء، والحصان ده ماري جرجس، فهي ثقافة واحدة. ولما بتدخل في كل الأديان بتيجي بأشكال مختلفة، لكن الأصل واحد، لأنه يعني الإسلام لما جه مصر تمصر. يعني تلاقي في فرق كبير بين الإسلام بتاعنا في مصر وسوريا ولبنان مثلا والعراق، حتى وبين المسيحيين هنا غير المسيحيين. ايوه بالظبط، كل يعني المسيحية مصرية والإسلام مصري، وفي فرق بين الإسلام البدوي والإسلام الحضري، ومسيحية كده الغربية والمسيحية المصرية. في طابع بيصبغ كل الكلام. بمناسبة التسامح، يعني احنا تاني يوم الحادثة الأليمة بتاعت المنيا، العمل الإرهابي البشع اللي حصل في المنيا في الآخر، أنا كان ليا الشرف إن أنا استضفت على الهواء مباشرة تاني يومها، كنا عاملين تغطية خاصة، استضفت قداسة البابا توادروس الثالث. يمكن كانت نعم ما فيش زيه. وكان يمكن أول تعليق، أول رد فعل من قداسة البابا على الموضوع ده، قبل ما حتى يعني أنا بسأله ونسيت إن النهاردة واحد رمضان، فقبل ما يتكلم بيقول لي انا حابب في الاول بس اهني اخواتنا المسلمين ببدايه الشهر الفضيل شهر رمضان. فالواحد يعني لا، هي دي قصديمة استغرب واندهش. انا عايز اقول لك على حاجه، كرم القواديس اللي فيه 7 جنود من جنودنا من جيشنا العظيم اتذبحوا وهم بيفطروا رمضان. هم دول اصل ما فيش حاجه، سيبك انت ده كلمه فرق تسود، ده مسيحي وده مسلم، ده موضوع صحيح. بقى فلس بالمناسبه. يعني المزج بين يعني الاسلام المصري والمسيحيه المصريه انجاز التعبير طبعا. امبارح فرقه حبايبنا الجميله انشدوا لنا اغنيه فيها من اللغه القبطيه والانشاد الصوفي. جميل. يمكن في ناس كتير جدا من امبارح بتكلمني بتقول لي احنا عايزين نسمع الاغنيه دي مره تانية. طب والترجمه هتعرضوها على السوشيال؟ هو صليب ولا باسم يعني وعدني بالترجمه بس فين الترجمه؟ هنعرفها ازاي؟ طب نسمع الاول ونحاول نفهم احنا. نستنتج يعني نستنتج. نعم جوجل بيترجم. جوجل جوجل بيترجم. هذا قلنا جوجل. في حاجات مش محتاجة ترجمة. طيب بس يعني هو لحن من الألحان القبطية اللي بتتقال باللغة القبطية وباللغة العربي في القداس بتاعنا في الكنيسة المصرية المايك شو العامة أو الأغلبية منها اللي هم قرب من المايك شوي. والنسيج قرب من المايك شوي. يعني كان في كده اعتقاد او استنتاج يعني انه الموسيقى كانت فرعونية وتطورت، بقت قبطي، بقت مسيحي، بقت اسلامي. يعني هو انا بتكلم في الموسيقى عامة. والنصوص اعتقد ان هي كان فيها نفس التطور، يعني ما بين النصوص القبطية اللي كانت موجودة على الجدران في المتاحف واللي كانت تطلع في الصلوات اللي هي الفرعونية، اتاخد منها المناسب للديانة المسيحية شوية اللي هي ظهرت بعد كده، وتعدل فيها بعض الحاجات لتناسب وتلائم، وبعد كده التعدل للإسلام اللي هم كلهم حتى في العمارة المسيحية والإسلامية ما فيش فرق كتير، هتلاقي صلبان هنا وهتلاقي أبواب هنا وهتلاقي يعني حاجات صحيح. مشتركة صحيح. كلها طالعة من نسيج واحد صحيح. هي واحدة وبتتطور أو بتتولف لتلائم الظروف اللي بتحصل فيها. كلنا أذان صغير، يلا نسمع. نسمع يعني كريم العنصرين متهيألي مش العنصرين اللي هم المسيح والمسلم، اعتقد ان هم العنصرين اللي هم الذكر والانثى يعني او الرجل والست. اوكي ايوه كده مقبول. بيقول انا المصري كده مقبول كده يعني مقبول. لان هو في الاغنيه بيقول نصارى ومسلمين ويهود، يعني في 3 عناصر تانيين غيرنا خالص غير ماشي. بس معلش انا عارف ان الوقت. شكرا.
ننتك هيريني سمني ننتك هيريني كان النوفي ناني فون الله أكبر الله أكبر فبلغوا سلامي على من كان للوصل يمنح هنيئا لأرباب النعم نعيمهم وللعشق المسكين ما يتجرع مدد مدد يا مدد 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 يا مدد 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 يا مدد الله يا دكتور
الحقيقه لما انت تدور على تجويد القران هتلاقي فيه جذوره من القداس القبطي، يعني ما فيش تجويد للقران في اي بلد تاني اسلاميا على مدى العالم كله. يعني التجويد القران كما هو موجود عبر المدرسه المصريه ده طلع من مصر هنا اساسا. التجويد اساسا اللي هو الموسيقى، ان الموسيقى القرآن يجود بطريقة موسيقية شرقية مصرية فرعونية، فده بيوضح لك بالضبط تأثير الثقافة المسيحية وخصوصا الفنية، الفن يعني والموسيقى على أقدس الأقداس الإسلامية اللي هو تجويد القرآن، يعني الترانيم مع التجويد. وحتى لما تشوف الموسيقى الشرقية واحد زي فريد الأطرش يعني لما يغني هتلاقي برضه قريب قوي من أغانيه كلها وموسيقى تلاقيها قريبة قوي من الموسيقى المصرية ومن التجويد القرآن. بس دول كمان كانوا بياخدوها من الفراعنة. هم واخدينها من الفراعنة أساسا، ما هو ده الشرق يعني أو المصري الاصيل. وعشان كده تلاقي التاريخ ان مصر زي ما احنا بنقول مش شوفونيه ولا حاجه، ان مصر هي اللي علمت كل الناس اللي حواليها. يعني انا يعني دلوقتي في مشكله مع قطر، مظبوط؟ الامير قطر لما مات استاذ اللغه العربيه اللي درسوا اللغه العربيه قبل ما يكتشفوا البترول، كان في المصريين راحوا البلاد دي علموا كل الامراء. وجاله لما مات جه عزاه هنا، ده جه عزاه وراح القريه، يعني جيب الطياره الخاصه وراح القريه ورجع في نفس الطياره عشان يعزيه، وقال ده استاذ اللغه العربيه. فمصر يعني خيرها على كل المنطقه من غير شوفونيه ولا حاجه. من غير شوفونيه. خلينا في رمضان شويه. يعني موائد الرحمن السنه دي بيقولوا انها قلت شويه مدام فريده. انا شخصيا عارفه ان انا ممكن يموتوني بعدها، بس انا ضد موائد الرحمن. ليه بس؟ انا مع ان الدوله يعني تكفيني. طب ما في حاجه اسمها تكافل اجتماعي. لا، موائد الرحمن دي ثلاث ارباعها مظاهر. وبعدين انا شخص، انا بقول لك لا، مش مشكله، بس في ناس مستفيده منها. لا معلش، استفيد اكتر لو الدوله ترعاني. انا في الزمن اللي انا عشت فيه ما شفتش كنت موائد رحمن. ليه؟ ما هو زي الدكتور اكرام، الدكتور اكرام كان بيقول في كل القرى عندنا. بس ما كانش موائد رحمن، ما كانش موائد يعني. هو كده. انا بقى عايزه نرجع كده بقى. انا اجيب طبق وانت تجيب طبق وانت جاي، بس اوعى تيجي من غير طبق، يعني تيجي جاي وناكل سوا، واخد بالك؟ لكن انه يجي حد زي في عاشورة وبرضه في تبادل الاطباق دي طب انتوا علشان كده انتوا في الكنيسه الانجليزيه السنه دي بطلتوا ما عملتوش مائده رمضان؟ لا لا، بس عشان اللي حصل طبعا. يعني الناس، مشاعر الناس. لا، وقبل كده كمان قلنا انه احيانا بتبقى الافطارات اللي بتعملها الكنائس بتبقى للناس علية القوم. علية القوم. المفروض ان احنا لو هنعمل نعمل للناس الفقراء يعني. يعني كانوا مثلا نعمل افطار مثلا في شيراتون في اوتيل يعني، او في هيلتون، او في مش عارف ايه. فالفلوس دي ممكن تعمل مثلا اذا كانوا هياكلوا 100 واحد 200 واحد ممكن تاكل 1000 واحد لو هي مائدة رحمن. فهو عشان كده، لكن المبدا موجود يعني. مدام فريده، الدراما الرمضانيه بتتابعها؟ بتابع حاجتين لغايه دلوقتي يعني، او ثلاثه بس مش لانه كتير يعني. كتير بتابع كلبش وعجبني قوي، مسلسل عجبني قوي. وبتابع واحد الغروب لان ده بهاء طاهر طبعا. البهاء الطاهر. وبعدين خالد النبوي انا بحبه قوي طبعا، صديقنا العزيز. ومنى شلبي. منى شلبي كمان. ومنى شلبي. ومنى شلبي دي دي بحبها جدا. دي عبقريه على فكره. البنت دي هتبقى عبقريه يعني. انا بقول عليها فاتن حمام الحديث يعني. سيناريو حوار مريم نعوم. ومريم نعوم كمان جامده قوي. وكامله ابو ذكري. وكامله ابو ذكري جامده يعني الحقيقه. متوفر لها يعني كذا حاجه حلوه. امير كراره. نعم. كلبش امير كراره. كلبش امير كراره. وبشوف شوفي بقى كلبش على شاشتين. على ايه؟ على شاشتنا. بشوفها شفتها على شاشتك. لا هي حلوه. وشوف اقول لك على حاجه، اصلي في حرب علينا كبلد يعني كوطن من كل جهه، مفيش من الداخل ومن الخارج. والداخل على فكره اشنع واكثر انحطاطا من الخارج،
لان انت بتبقى بتاكل مع حد بتاكل معاه وممكن يموتك بعد دقيقه ولا حاجه ما تعرفش. مفيش امان يعني ومفيش ولاء للوطن. فاللي بيوري الحاجات اللي بتوري الدراما اللي بتوري دلوقتي ان احنا علينا حروب في حاجات كتير دي حلوه قوي لانه وبشوف الجماعه بس يعني مش يعني عايزه اشوف ايه الموضوع لانه ما هو لسه يعني يعني ليها شويه اتجاه غريب شويه مش زي السنه مش زي لا الجماعه لا مش زي قبل كده يعني دكتور بتشوف انا حاجة؟ طبعا واحد الغروب لان انا قريت القصه وانا كمان كلها والفكره بتاعتها رائعه جدا ان هو الضابط المصري اللي كان عنده جاريه نوبيه وكانت بتحبه وبعد كده هو ما رضيش يتجوزها فمشيت وبعدين هو اتجوز واحده ايرلنديه فهو يعني المصري في الصراع بين اوروبا وبين وبين الارض وبين الجنوب والشمال وده كله في جو الفراعنه في الواحات يعني يعني فكرتها راقيه جدا بهاء طاهر ده عظيم عبقري يعني عظيم يعني انا قريت قريت القصه ويعني وانا بقراها يعني انفعلت بيها جدا فهشوف هل المسلسل زي القصه ولا لا ان شاء الله يبقى على نفس المستوى طب انا يعني قدامي 10 دقائق على نهايه انا عايز اسمع اغنيتين اغنيتين في 10 دقائق ازاي ما اعرفش يعني ممكن هم يختاروا اغاني كتير احلى حد بالظبط كده بقى 8 دقائق اهو ده اللي صار
اللي كان ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. الله الله الله. أنا مش عارف أقول لكم إيه، بس أنا يعني مستمتع بالحديث معاكم، مستمتع بالأغاني والأصوات الرائعة اللي إحنا بنسمعها. نتمنى إن إحنا نتجمع دايما زي ما كنا متجمعين زمان، وزي ما هنتجمع في المستقبل بإذن الله، شعب واحد مش حاجة تفرقنا. وكل ما يجري الآن هو عارض إن شاء الله يعني. طبعا أكيد، لأن إحنا قوتنا في وحدتنا بالزبط. وإحنا أكيد. جربنا ده. أنا بقول إحنا في 9 يونيو هزمنا الهزيمة. شوف كل الجيوش دي نزلنا وإحنا اللي فرضنا إرادتنا. وفي 30 يونيو أنا بديت أحب شهر يونيو على فكرة. هتيجي ضيفتي إن شاء الله في شهر يونيو بإذن الله، الكاتبة الصحفية والإعلامية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكراً. دكتور القس إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، شكرا جزيلا لحضرتك. والشكر طبعا لفرقتنا العظيمة حبايبنا. آخر يوم للأسف النهاردة. احنا مش ماشيين. نعم؟ أنتوا مش ماشيين، مكملين. المسلسل. أمير عزت، باسم وديع، صليب فوزي، فاطمة عادل، محمد إسماعيل، ماجد سلمان، ألف شكر على تشريفكم لينا، وإن شاء الله تشرفونا في المستقبل القريب بإذن الله مرات ومرات بإذن الله. نختم بحاجة سريعة بقى. يلا. سريعة أقولهم قوي لأن ما عشان بتحب صليب بس. ظهر الجناين طرى والعطر مش واحد، ظهر الجناين طرى والعطر مش واحد، مع ان اصل الشجر طالع في غير Oh.
ريحت ليه قولوا فات ريحت ليه ليه قولوا فات واللي تعب واقف